السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. ان شاء الله النهارده معانا صيانه جديده في جهاز نينتندو سويتش فاصل باور بشكل كامل. العميل جاب الجهاز بتاعه وقال ان مجرد استبدال الشاحن بتاع الجهاز بشاحن تاني جديد، مجرد تركيب الشاحن الجديد الجهاز فصل باور بشكل كامل. تمام، احنا كنا اشتغلنا قبل كده في القناه في القسم الخاص بالجيم كونسول في جهاز نينتندو سويتش قبل كده. احنا فعلا او صحيح مقلين في اجهزه نينتندو سويتش، ولكن ده بسبب قله الاجهزه نفسها في السوق اللي انا موجود فيه. تمام، طيب خلونا نبتدي ان احنا نوصل الجهاز مبدئيا على الشاحن بتاعنا. طبعا القرايه دلوقتي موجوده قدامنا عند الفي باص بيوصل ل 15 فولت، ولكن بينزل مرة تانية بشكل كامل. طيب خلونا كده نقلب المذر بورد بتاعتنا الناحية التانية ونجرب الادابتر بتاعنا، وزي ما احنا شايفين الفولت ثابت عند ال 15 فولت، ما بيحصلش اي فولتج دروب او الادابتر بتاعي بيعمل ريستارت لوب، والكرنت بتاعي تقريبا في حدود ال 4 ملي امبير، يعني الجهاز بتاعنا مش ساحب اي حاجة. تمام، لو جربنا الناحية اللي فيها مشكلة مرة تانية، الله زي ما احنا شايفين كده بيحصل فولتج دروب، او بمعنى اصح الشاحن بيدخل في ريستارت لوب معايا. الكلام ده معناه بنسبة كبيرة جدا ان انا في شورت عندي في جزء ما على المذر بورد. هنبتدي دلوقتي ان احنا تحت الميكروسكوب ناخد القياسات بتاعتنا عشان نعرف انهي جزئية بالظبط في المذر بورد دي هي اللي فيها مشكلة. تمام، هنبتدي ناخد الممنوعات بتاعتنا على الاي سي الخاص بالشحن، ناخد المعاينات على المكثفات دي. المكثف الاولاني الميجا بالاوم او القيمة بتاعتنا بالميجا اوم، المكثف التاني بالميجا اوم، بالميجا اوم او ده بالكيلو اوم معايا. كثف ده بالكيلو اوم برضو، والمكثف ده بالميجا اوم، يبقى بنسبة كبيرة جدا الاي سي ده ما عنديش معاه اي مشكلة. ناخد الاي سي اللي بعده، على مجموعة المكثفات دي مع الجراوند، ما عنديش هنا اي مشكلة. كثف ده برضو الممانعة عليه سليمة، وهنا كمان ممانعة سليمة. بالكيلو اوم، انا هنا في عندي شورت، عندي كمان المكثف ده القيمة بتاعتي بالكيلو اوم، ولكن انا هنا في المنطقة دي عندي شورت، المكثف ده عندي شورت. الطرف دي لو خدت الممانعة بتاعتها مع الجراوند يعني القيمة بتاعتنا 1/10 اوم شورت صريح، او دي اساسا طرف الجراوند، وهنا حدود 2/10، يبقى الطرف ده هو اللي فيه عندي شورت والطرف ده جراوند. تمام، وطبعا الكلام ده مش طبيعي، ولكن على اي حال خلينا بس نطمن على المعالج. ابتدي اخد ممانعة اطراف الكويلات دي، ودي بتروح للكور مباشرة، هنا 263 اوم، هنا 263 اوم، وهنا 263 اوم، وطبعا الممانعات دي بالنسبة لي ممانعات طبيعية. تمام، فانا كده بقى اخر اي سي عندنا اي سي اليو اس بي، ناخد الممانعة على الطرفين دول وشورت برضو. تمام، طيب خلونا كده نشوف قيمة الممانعة، هل هي نفس قيمة الممانعة بالظبط ولا لا. على الطرف ده مع الجراوند 0 صريح، وعلى الطرف ده مع الجراوند 2/10 من الأوم، 1/10 أوم، وهي تقريبا نفس القيمة بتاعت الاي سي التاني، يبقى بنسبة كبيرة جدا ممكن يكون الاي سي ده شورت ووصل على خط من الخطوط الاي سي اللي احنا علينا عليه شورت، او ممكن يكون الاي سي نفسه هو اللي فيه المشكلة، او التشارجر كنترول ده هو اللي فيه مشكلة، وبالتالي ممكن يكون واصل مع الاي سي التاني على نفس الاطراف
وعشان كده الخط كله معايا شورت ومديني كمان تقريبا نفس القيمة. تمام، طيب هنبتدي طبعا بان احنا نرفع الاي سي ده الاول. طيب ليه نرفع الاي سي الاول؟ لان زي ما قلت قبل كده ان الاي سي ده من اعطال الكومن فولت. الاي سي ده بنسبه كبيره جدا لما بيدخل لك الجهاز فاصل باور بنسبه كبيره جدا بيكون بسبب الاي سي ده، وبالتالي نبتدي نرفع الاي سي ده في الفتره الحاليه، وبعد كده نشوف هل الشورت راح معايا ولا لا. تمام، طيب بعد ما رفعنا الاي سي بتاعنا خلونا كده نشوف الشورت شايل معايا ولا لا. ناخد البنة دي مع الجراوند، وزي ما احنا شايفين 1/10 من الاوم. طيب البنة التانية 2/10 من الاوم، وللأسف لسه الشورت موجود عندي. طيب خلونا كده ناخد الممانعة بتاعتنا على الاي سي اليو اس بي. طبعا هنا كان عندي في ممانعة منخفضة او شورت صريح، وللأسف نفس الموضوع برضو الشورت موجود. يبقى دلوقتي هنبتدي ان احنا نرفع اي سي اليو اس بي ده ونشوف هل الشورت هيروح معايا ولا لا. بعد ما رفعنا اي سي اليو اس بي خلونا كده نشوف هل الشورت ما زال موجود ولا اختفى معايا. بس اظهر لك الافوميتر. وزي ما احنا شايفين الممانعة بتاعتنا دلوقتي 18 كيلو اوم، والممانعة بتبتدي في الزيادة معايا. تمام، طيب خلونا نشوف الاي سي التاني على الطرف ده مع الجراوند 3/10 من الاوم، وعلى الطرف ده مع الجراوند كان عندي هنا شورت صريح طبعا الممانعة بتاعتي بالكيلو اوم. يبقى انا كده الشورت كان بسبب اي سي اليو اس بي. تمام، هنبتدي دلوقتي ان احنا نركب اي سي يو اس بي جديد، وهنرجع مرة تانية الاي سي اللي احنا شلناه اللي هو التشارجر كنترولر، وهنشوف هل الشورت هيرجع بعد اي سي للتشارجر كنترول لما نركبه ولا لا، لان برضو ممكن يكون في مشكله عندي في الاي سي ده. ولكن على اي حال لو الاي سي سليم هنركبه مره تانية.
ناخد دلوقتي القياس بتاعنا مرة تانية بعد ما غيرنا اي سي اليوز بي. طبعا على المكثف ده كان عندنا شورت صريح ما بين طرفين المكثف. خليني بس اظهر لك الافوميتر والممنعة بتاعتنا 700 كيلو اوم زي ما احنا شايفين. الممنعة بتاعتنا رجعت للحدود الطبيعية بتاعتها. خلينا نشوف اي سي التشارجر كنترولر. وطبعا كان عندي هنا طرف كان عليه 0 اوم، والقيمة هنا بالنسبة لنا تعتبر قيمة طبيعية لان الطرف دي متوصلة بالجراوند، الطرف ده من المكثف متوصلة بالجراوند، والطرف ده كان عندي شورت صريح. وزي ما احنا شايفين الممانعة بتاعتنا حوالي 5 كيلو اوم. كده نبتدي ان احنا نجرب المذر بورد مع بعد ما حلينا مشكلة الشورت، ونشوف هل نفس التصرف ولا في نتائج ايجابية موجودة معايا. تمام، طيب خلونا نبتدي دلوقتي بعد ما حلينا مشكلة الشورت بتاعتنا نجرب على كارت التستر بتاعنا، تستر اليو اس بي تايب سي. على الناحية دي مديني 15 فولت في حدود 4 ملي امبير. طبعا الكلام ده بسبب ان البوردة مش شغالة معايا، ولكن انا يهمني ان البوردة ما تفصلش عندي على الناحيتين في الوقت الحالي زي ما كانت بتفصل قبل كده. والناحية دي برضو مديني 15 فولت و4 ملي امبير. الكلام ده معناه ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. هنبتدي ان احنا نقفل البوردة بتاعتنا في الجهاز ونجرب ونشوف هل في اي نتيجة ايجابية معايا ولا لا. تمام، طيب دلوقتي بعد ما قفلنا الجهاز بشكل كروكي، طبعا ما قفلتش جهاز تقفيل كامل عشان بس نجرب، وبعد كده نبدأ نقفل الجهاز التقفيل النهائي بتاعنا. تمام، خلونا كده نوصل الادابتور بتاعنا. وزي ما احنا شايفين 15 فولت 231 ملي امبير، وزي ما احنا شايفين علامة الشحن ظهرت معايا. اعتقد ان الجهاز المفروض يسحب اكتر من كده بالنسبة لي الكرنت، ولكن اللوجو بتاع نينتندو ظهر معايا والجهاز فصل مرة تانية وبرضه مديني علامة شحن البطارية. اعتقد ان الجهاز ده كان مركون فترة طويلة من غير شحن البطارية. خلونا كده نشوف الفولت اللي موجود على البطارية ونشوف هل الفولت ده بيرتفع معايا ولا لا. الفولت بتاعنا 3.4. طبعا المفروض الاجهزه دي اعتقد انها بتكون زي الموبايلات البطاريه بتاعتها 3.7، فالمفروض ان الجهاز يفتح معايا عند 3.7، ولكن انا عايزك تلاحظ ملاحظه مهمه جدا ان الفولت عندي بيبتدي ان هو يزيد. معنى كده ان الجهاز هيبتدي ان هو بيشحن معايا، او دلوقتي بتتم عمليه الشحن زي ما احنا شايفين الارقام بتاعت الفولت بتزيد معايا. فاعتقد ان الجهاز ده هيحتاج فتره بس ان البطاريه بتاعت الجهاز تشحن، وبعد كده ان شاء الله باذن الله يبتدي ان هو يشتغل. وطبعا بعيدا عن الكاميرا هنبتدي ان احنا نجرب الجهاز ونختبر كامل الوظائف بتاعت الجهاز، وبعد كده نبدا نسلم الجهاز بتاعنا للعميل. ولكن على اي حال في الوقت الحالي تكون المشكله بتاعتنا او العطل بتاعنا في البورده انتهى عند اللحظه دي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وكالعاده كل اللي محتاجونه منكم دعوه من القلب.